هيثم ثلجي، تفضل، شلون اقدر هلا اساعدك؟ هيثم الثلجي، حياك الله. شلونك ابوي؟ شو الضغط اليوم؟ ايه اكيد يعني نوعا ما في ضغط، ان شاء الله اقدر افيدك. تفضل. والله يا قسم بايت الله، من حالات شركة فيفا كل الناس يدق عليه وضغط عليه. الله يحييك. تفضل اخوي، جيب شلون بعد اقدر راسم. اساعدك؟ اسمع يا الثلجي، ارد احكيك. تفضل. يقول يا الثلجي انت علم، يعني انت تاج الراس، الله يحييك. وينغاس بيك الذهب، مو بالذهب تنغاس. هاشم انت مثل النخرش، ما ينجرح ما يشتكي من الفاس. يا هاشم الخوة مو بالعدد، والخوة رفعت راس. خي نبينا يوسف اخوانه 11 وحسين بس عباس. والشيمة يثني شيمة، وابن عم بوقت الضيج شيمة يثني شيمة، وهاشم خويا بوقت الضيج هاشم. الله يحييك، هذه هداء لعيونك، بدايات طال عمرك. الله يسلمك، هذا من طيب اصلك ابوي. والله اصلك الطيب، اصلك الثلج طيب. اقول لك انت من يا عرب؟ نعم، من يا عرب انت؟ انا ان شاء الله كلنا عرب واخوان، ان شاء الله من فلسطين. هلا وميت هلا، الله يحرره، انا خلوا اهل بيت كله يحرره. الله يحييك، اكيد ان شاء الله. استر سخران، ايه وحرره. اقول لك ابي احط لك، ابي تحط لي خدمه. اي نعم، انا اشوفك وانت تشوفه. اكيد اللي هي مكالمه الفيديو. لا نعم، مو مكالمه فيديو، ودق على واحد يشوفه ولا ما يشوفه. اكيد ان شاء الله هي المكالمه المرئيه. حضرتك حاليا الله يسلمك هي فعاله على جميع الخطوط بشكل عام، ولكن نتشرف الاسم الكريم طال عمرك. سعدون، سعدون ونعم فيك اخوي سعدون. الله ينعم بحالك يا بعد خشمي. حاليا اخوي سعدون هي فعالة على جميع خطوط فيفا، ولكن دائما بنأكد على العميل بان وضعية الشبكة تكون هي مزدوج. الحين الجهاز مدعم بكاميرتين. جهازي مو مدعم، ما في كاميرات؟ لا ولا بطريق، بالتالي حضرتك ما تقدر تستخدم لا اشوفك وتشوفني. لا تقوله. اي والله اخوي سعدون، والله لازم يكون الجهاز فيه كاميرا. والله انت بصدقك ولا تغشمر؟ اكيد احنا يعني قاعدين نقول حق حضرتك المعلومه، لان زين معلومه. انا الحين متوازي وبلبر الحالي وبكلم شو اسمه بجهره، انا بعيد والله. لازم، نعم لازم يكون بالجهاز كاميرات، الجهاز لازم يكون مدعم بكاميرتين خلفيه. زين بوه ليت من فوق، ما يصير الشخص الثاني مكالمه فيديو هي المكالمه المرئيه. زين اسمعك، من اسمع بالاخير ده حكيك. نعم تفضل. انا زعلان عليكم شركة فيفا. عسى ما شر اخوي. لا ما شر ان شاء الله، بس زعلة بسيطة، زعلة خشوب. ان شاء الله نقدر ان شاء الله نراضيك طال عمرك. تفضل. يا بعد راسي تراضيني طال عمرك، ترد الصديق ببلاش. انتم يا فيفا قلتوا خدمة تواصل مع صديقك المفضل مجاني مدى حياة. احنا الحين للحين نحيين ما متنا، وين مدى حياة؟ الله يحييك، ان شاء الله حاليا اذا عند حضرتك راية واقتراح معين، مكالمات مسجلة. فبالتالي ثق تماما اخوي سعدون ان كل المكالمات الاداره تسمعها. ابوصل صوتي، من يسمعني؟ ماكو غير ابو عيده، هو ابو عيده راح. ان شاء الله ان المكالمه مسموعه باذن الله، وبياخذوا ملاحظه حضرتك بعين الاعتبار. هو منو اللي يسمع الحين؟ اكو احد يسمع غيرك؟ اكيد طبعا، يعني الجهات المعنيه كاداره كل المكالمات مسجله ومسموعه ان شاء الله. لا نعم. يعني الحين ما يخلون يردون ببلاش. حاليا اذا في اقتراح ممكن حضرتك تقوله حاليا اساس المكالمات اللي يلا فيه. يلا ابدا، لحظه ابدا سجل اقتراحي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخواني اخوكم سعدون الخفاجي. فاما عن صحتنا فهي طيبه، وبعد ونطلب من سيادتكم فتح خدمه الصديق مجانا، لان حتى رصيد 10 فلوس لا يوجد في جهازي، جهازي الغير مدعم ابو تريك. ونشكر طبيعة عملكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وليخسر الخاسرون. ها خلاص بس وقف. الله يحييك، ان شاء الله. سجلته كان مسموعا، والجهات المعنية تاخذ ملاحظة حضرتك ان شاء الله. يلا يعطيك العافية ابن اخي، ما قصرت اخوي هاشم، وبيض الله وجهك يا هاشم. هلا حبيبي هلا. لا والله ما قصرت، سويت عليك وزيادة والله. الله يحييك، اكيد في خدمتك طال عمرك. وفيفا بتشكر يا بعد راس، اشكرك واشكر طبيعة عملك والله.